حتى ليه؟ بس في واقعية تنفيذ. يعني ايه واقعية تنفيذ؟ حضرتك 100% من القاهرة أو من الجيزة أو من الأرياف ما فيهاش إلا الفكر البارز. خدت بالك؟ فأنا لو شطبته هيجيب عيش منين؟ وحصرنا كل الأفران السياحية وهي مركزة في القاهرة والجيزة والإسكندرية وعواصم المحافظات. كان التوجه ان احنا نعمل كارتين، او احمد يوسف كان صاحب هذه الفكره، كارت اخضر وكارت اصفر ومش عارف ايه. فاحنا شايف ان احنا في التحرك القادم والتنقيه وكذا والتاكد من البيانات هنستطيع ان ناخذ قرارات افضل، وبناء بقى على التوجيه الجغرافي واتاحه الخبز الحر نستطيع ان ناخذ القرار اللي حضرتك عندك 100 مره حق. انما برضه لابد ان احنا نراعي القدره على التنميه. طبعا السؤال بتاع وزاره الزراعه سؤال عظيم جدا، وهحب اقول لك كده ان احنا انا وزير الزراعه القرار المعمول فيه في مجلس القدره ان كان يتم تحديد السعر قبل شهر ونص من المحصول. وكان اللي حط القرار ده من شهر ونص من الزراعه، شهر ونص من التاني. كان بيراعي الفايده للفلاح، ليه؟ نتيجه والاسعار عجت قبل ما نقول القرار ناخذها بالاعتبار. فمش بقول ان هم كان هدفهم مش جاي، لا هدفهم كان جاي. ولكن توافقنا وهنعدل ذلك، ولذلك السبب انا في الاول قلت في مناقشه دلوقتي والدكتور السيد القصير بعت لي تقييمه واحمد يوسف بعت لي تقييمه بحيث ان احنا نعمل تذكره مشتركه ونعرض، وان شاء الله عملناها في الفول الصويا لو تفتكر وفي العباد قبل الموسم، وهنعدل القرار بحيث يتم وضع الاسعار الاسترشاديه قبل الموسم مع اخذ اي تغيرات قد تحدث في صالح الفلاح. وبشكرك جدا على السؤال ده، لسبب بدون وضع سياسه واضحه وتفيد القائم بالعمل لذلك يطلع فلاح يطلع منتج يطلع موزع يطلع تاجر جمله مش هنقدر نحفز الناس. انما بشكرك وكل بيتم ان هو يكون وضع الاسعار الاسترشاديه قبل بدايه موسم الزراعه وليس قبل بدايه موسم الاسعار. بشكرك انا عارف في الاخر طبعا لا والله بس انا افتكرتك يعني تواضعت وكرمت كرمتنا انك انت ما تسالنيش. انت مثلا هستأذن حضرتك بس رسالة نقوم بيها المواطن. هستأذن حضرتك برسالة نقوم بيها المواطن. الوزارة بتساعد إضافة الأبناء للفئات اللي هي لا مرفوض. أي كلمة إضافة أبناء مرفوض. بينما الفئات الأكثر احتياجا المحددة بالحد الأدنى للأجور 2400 والمعاش 2000 يتقدم أي وقت سواء في جديد أو في قديم أو كذا. ما فيش إضافة أبناء معناه أي بطاقة كده خش اديني عينين بتوعي اديني الثلاثة بتوعي. لا ما فيش. عشان أبقى أمين وواضح مع المجتمع لا توجد إضافة أبناء. إنما واجبنا إن إحنا نشوف الفئات الأكثر احتياجا ونبص على احتياجاتها. نعم. لما بنخش على بوابة مصر الرومية الفئات دي لا مش على يا فندم عشان ما يبقاش في خوف اوقفنا اضافه الابناء على مصر الرقابيه. بالنسبه للدوله لحظه واحده يتم على ايه؟ مش هيتم بيقدم طلب عشان يبقى في بحث اجتماعي وفي موضوع كذا مش موضوع اضافه الابناء في مرتب التموين يعني؟ نعم نعم الزوجه لا تزال قائمه. ما انا بقول لحضرتك لا بص ما ينفعش ان الزوجه ما كانتش كانت محرومه وكذا ورث واحنا بنراجع البطاقه انتايتل بيقول لك غير مسجله على قاعده البيانات
بل يا الان لا 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 معلش حاجه بقى، يا اما في خطا يا اما انك تبعتها للداخليه تشوف ايه السبب. لا ده دكتور بوروي عشان بس الحمد لله شاهد اعتز بيه دلوقتي اهو، بقول لك النهارده وهو بيشتغل على الدخل رقم قومي متوصل بقاعده البيانات الرقم القومي، فلو رد عليه كده هناك وارد ان يكون في اي خطا رقم بتاع كم. لا من فضلك تقدم بيها واحنا بنبعتها في الحاله للداخليه للرقم القومي بحيث نشوف. بالاضافه للاسر نعم بالاضافه للاسر نعم 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 لا نقول بص على الصوره ويقدم ونشوف.